ورغم انها الصغيره والبنت الاخيره في اخواتها، وقفت مع اهلها واقفه، لا في راجل وقفها ولا ست عرفتها، والحصار اداها قوه، وكانت سند لامها في مرضها وازمتها، وفي ظهر ابوها وتد، والشده خلتها نخله عاليه والسما قمتها، يتحاموا في ظلها وياكلوا تمرتها، لا غريب عليها الجدعنه ولا حد في طيبتها. دي صفات اي واحده اتربت في بيت زي بيتها. كانت طفله صغيره وكلها على بعضها حاجه قليله. لمحت ابو جهل بيرمي على ظهر ابوها في الصلاه، جريت وبكفها النون ورمتها، ليه حق لما يقول لها ام ابيها في وقتها. ستنا فاطمه الزهراء بنت الرسول عليها افضل الصلاه والسلام، ولادتها وحياتها مع ابوها ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر من ائمه وزاره الاوقاف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وبياك وجعل جنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام، قولي أمين. أمين أمين يا رب. يعني ستنا فاطمة الزهراء قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبيها، يعني كان ليها ألقاب كتير جدا وكان ليها مكانة خاصة في قلب الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام. الألقاب دي كلها جت منين؟ الحمد لله ذي المنة والإحسان والجود والإنعام، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي اصطفى له ربه من النساء القانتات العابدات السائحات الأبكار والثيبات، ورضي الله عن أمنا خديجة صاحبة العطيات، وعن عائشة التي نزلت ببراءتها الآيات، وحفصة صاحبة الحديث والروايات، وأم سلمة جبل الصبر والثبات، وبنت خزيمة باذلة الصدقات، وكذا زينب صاحبة عقد الزواج في السماوات، وجويريه أعظم النساء بركات، وصفية التي حوت في نسبها الأنبياء، وأم حبيبة التي توالت عليها الابتلاءات، وكذا الرضا عن ميمونة خالة ابن الوليد صاحب البطولات، وجميع أهل البيت الطاهرات، وسلم يا رب عليهم عدد الذاكرين والذاكرات. وبعد، ونحن اليوم على موعد مع قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أم أبيها، مع الزكية، مع المباركة، مع الصديقة، مع الطاهرة، مع المحدثة، مع الزهراء، مع فاطمة، مع الراضية، مع البتول، مع المرأة التي طهرها الله من دم الحيض والنفاس فلم ينزل عليها قط، فولدت الحسن رضوان الله عليه وأرضاه بعد صلاة المغرب، فقامت واغتسلت وتوضأت وصلت العشاء. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاطمة تمثل في حياة النبي ما كانت تمثله خديجة، والله عوض النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من خديجة بفاطمة، ففاطمة كانت نعم السند بعد خديجة وبعد أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي رابعة البنات وكثيرة الدلال. السيدة فاطمة رضوان الله عليها وأرضاها هي التي جعلت المدينة ترتج كلها بالبكاء بعد وفاة النبي بأربعة أيام، لما خرجت من بيتها رآها الصحابة رضوان الله عليها وأرضاها بعد انتقال رسول الله، فارتجت المدينة بالبكاء، لأنه من كان يراها كانت مشيتها تشبه مشية رسول الله، ومنطق كلامها كأنه كلام رسول الله، وحلاوة لسانها كأنها حلاوة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من رآها كان يتذكر المصطفى. ولذا لما خرجت من بيتها بعد انتقال رسول الله بأربعة أيام ارتجت المدينة كلها بالبكاء حزنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزق بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحلى يوم، يوم عصم الله به أمر مكة، وعصم به دماؤها وحسم بها أمرها. ليه؟ اشمعنا اليوم ده؟ قريش اختلفت بعد بناء الكعبة من الذي يضع الحجر في مكانه، واقتتلوا بل وكادت الدماء أن تراق، لولا أنهم اهتدوا أنهم هيحكموا أول واحد داخل عليهم، فكان أول الداخلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترح اقتراح جميل قوي، وقال نأتي بثوب ونضع فيه الحجر،
وكل رئيس قبيلة أو كبير قبيلة أو عميد قبيلة يمسك بطرف من الثوب ونشيله كلنا نحطه مكانه لحد ما وصل الحجر مكانه شاله للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده. هو ده اليوم اللي ولدت فيه الزهراء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي. كان عنده 35 سنة يا ست لم، يعني كان قبل البعثة بكم سنة؟ بخمس سنين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على كم سنة؟ على 40 سنة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرزق برابعة البنات اللي هي السيدة الزهراء فسمها فاطمة. فسميت فاطمة ليه؟ يسأل صلى الله عليه وسلم لماذا سميتها فاطمة؟ فيقول لأن الله فطمها وحجبها عن النار. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة نشأت في كنف خديجة وفي كنف زينب، ونالت من خديجة وزينب ما لم تناله بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حبيبة النبي قوي، وكانت المقربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشت مع النبي كل المراحل. فعاشت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وسمعت أذنها أمها وهي تقول أشهد أنك رسول الله، ورأت عينها أمها وهي تأتم في الصلاة خلف رسول الله كأول من يصلي قبل فرض الصلاة امتثالا لما فرض على النبي خاصة قبل أن تفرض على الأمة عامة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين عاشت مرحلة تانية من مراحل الدعوة اللي هي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبعدين عاشت وأنذر عشيرتك الأقربين. فخفت على النبي قوي صلى الله عليه وسلم، كانت خايفة على النبي صلى الله عليه وسلم قوي من بأس قريش، لدرجة أن النبي كان يطمئنها ويقول يا بنيتي لا تخافي فإن الله مانع أباكي.